جود مورنينج جود مورنينج. بعتذر انه قلت انه الشتويه باستراليا ما فيها برد كثير. بعتذر لكل حدا قلت له هذا الشيء. نمنع حراره صفر وعينا على حراره تقريبا 3-3.5 feels like minus 8 minus 3 قصدي 3 تحت الصفر. نحن بنص الطبيعه بين البقرات والمعزيات. الشمس عم تطلع هلا سان رايز بيعقد. نهار بعقد جديد ببلش هلا. هلا صار فينا نفكر صح. نبلش بباربي بالاستيت بالمزرعه كلها سوا. Good to go. وعيب غير شكل بالمرة. An unexpected episode again. منا بالمدينة منا بالمطاعم. Great start. بتعرفوا أستراليا كبيرة كتير، فيها كتير مزارع حلوة معروفة بأهم لحم يمكن بالعالم، ويلا عم نكتشفه اليوم out of this world. وعينا على مثل ما قلت لكم تقريبا minus 5. الأرض مجلدة، مش عم بحس برأس أصابيعي، ماني لابس وماني جايب accordingly. يلا رح البس شوي اكتر ونحضر حالنا على الترويقه. نحن بنص الطريق بين سيدني وكامبرا. امبارح سقنا 2:30، بعد شي تقريبا شي ساعه ونص على كامبرا، ومقضيين هونيك ليله نهارين. لازم اشرب شي سخن
وحط ايدي تحت مي سخنة بلاش جنلد. Hear the crunch. This is what you want out of a pizza. عجينة عملناها امبارح الصبح على قليلة 24 ساعة، 48 ساعة بخليها تتخمر. ريحناها برا برات البراد، قصة كتير هون فكأنه براد، وخليها تاجنها مرتين ثلاثة وتقطعها مرتين ثلاثة بس تريحها وتخليها تنفخ مثل ما هي. وهلا بتدوق هالعجينة والكراست. يا هيك تبليش يا بلا، شفت العجين امبارح على طاولة السفرة وقلت اوكي شو عم بيتحضر. شفت العجين على طاولة السفرة، ارتاحت، قعدت بالهواء سخن كل الليل، نفخت مزبوط. طلعوا شو بيطلع. بيطلع عجينة بيتزا مرتاحة تقريبا 24 ساعة، بالنص هادية مزبوط. إذا رح يفتح محل بيتزا رح تكون هيدا. مخدية اير بابلز، تخمير مزبوط. اوكي نطوية بالنص، نبلش من النص. اوف Lebanese pizza at its finest. Full package. Ah, الحمودة طبعا مش معقول، زعترات. نومة، وعية. واو برافو. حيوانات، لحمة بالليل. Memorable experience. This is so good. Unfortunately, ما فيكم تدوقوها. But this is so good. Super good. Extremely good. Great start. بيتزا التليان ما عملوا منه على الحطب، بس توميتو صوص. Amazing though. Thank you. Great job. بيتزا منقوشة زعتر مع جبنة، اللبنة جاهزة. اوف عقوة وحدة. نهارنا ببلش بطريقة كتير حلوة، الدرون شوتس كانوا رائعين، الطقس بلش يطرى شوي ويهدى شوي. اوه شو حلو، مش معقول قد ما خبركم قديش حلو صوت الطبيعة ولون الطبيعة. وفتحوا مناخيري افتر، انتبهتوا اخر 3-4 حلقات مناخيري مسكرين كل الوقت. واو كاميرا هيري كام. تنقل له باي لجون جونيور يلي ما حكى كتير معنا على الكاميرا، يلي هو عايش هون، وجون سينيور يلي رجع على المدينة.
ولا مش عم يطلع كلمات. I'm excited and loving it. Thank you sir. الله يقويك. طلق بصحتك. Anytime. ونحن حابين نجرب الأربع مواسم عندك فما ما تستحق عذرنا على الورد. Anytime. وينه؟ نعم؟ جينا ناكل ميت باي وينه؟ يلا عيدة كان فيها توم. خلصت أكلتها. مش توم، كان فيها ميت شعري. أكل خلصت؟ أنيان باودر. سو نحن جينا ناكل ميت باي بهذا المحل الأيكونيك. ديفيد دقة عنا، كيف كانت طيبة؟ ديليشيس. ديليشيس. أميزين. أميزين. بدنا نصدقه. ما فينا نشوفه حتى. شوفه. تعرفوا طلبنا منهم الانجريدينتس اسمها تشانكي ستيك. الانجريدينتس هي كل هول بتطلعوا كل المكونات اللي بقلبها، كل المكونات اللي بقلبها من ادق التفاصيل في شيء 19 سطر، وبيناتهم اونيون باودر، جارليك ما عم بشوفها، ماتش مور ذان ميت، كراميل، ييست، غم، تامرند اكستراكت، كولر، ووتر، ريد واين، كروش توميتو، يو نيم ات، موجودة بقلبها. هيدا الميت باي اللي كتير مشهورة، فليكي، فيري كريمي فروم ذا انسايد، جريفي، اونيونز، ميت، ات فيلز جريت. ونحن بنصدقه لديفيد انه حبها كتير لانه خلصها بثلاث ثواني وجاب لحاله وحدة تانية. لكن اذا جيتوا على هيدا المنطقة وهيدا الضيعة لازم ندوقها. First things first. منقوشة of the day. بتذكروا دايما. منقوشة of the day هو هالمشروع اللي أخذنا قرار نبلشه. منقوشة كل يوم لدعم الاقتصاد اللبناني. ورح نبلش بمنقوشة. وصلنا على كامبرا العاصمة. في بعتقد منطقة هيك بعيدة شوي بين الشجر والخضار. وعم نفتش على الفرن.
معك مصباح عيوش. نحن من مرياطة ضيعة بقضاء صغرتا، وأنا جيت على أستراليا بسنة 85. مثل كل لبناني يعني الشباب، خلصنا مدرسة وجيت لهون على أساس علم وكذا. درست فترة وعملت يعني تحليل دم، ما بعرف إذا هذا relevant هلا اللي عم نحكيه، بس المهم يعني رجعنا بصراحة، رجعنا مرتين على لبنان. مرة بالتسعينات وقت اللي إجا الله يرحمه رفيق الحريري وعمل عطى هالنفح الأمل للعالم وكذا، خدت العائلة ونزلت وحولت، قعدت شي 4-5 سنين وفوت العائلة على المدرسة وهيك بلبنان لعرف بيتهم. رجعوا الأوضاع لقيناها صعبة شوي، رجعت فيهم لهون. رجعنا كمان مرة تاني بال 2011، بعنا المحل ونزلنا على لبنان. كان عندي محل بسدني كمان، محل بنقيش، بعناه ونزلنا على سدني على لبنان. وبقينا من 2011 ل 2000 تقريبا و18 على أثر الثورة، وبعدين إجا الكوفيد وسكر البلد ورجعنا جينا لهون. والله جينا على كاميرا، أنا أولادي أوريدي كانوا بنتين تزوجوا وإجوا على كاميرا، وهون لحقناهم نحن لهون على كاميرا. طبعا العائلة، جمعة العائلة هي أهم شيء عنا إياها نحن. وصهري عنده زوجة لبنتي الكبيرة أمر، عنده خبرة بالمطاعم، اشتغل كان بإيطاليا 7 سنين وبقطر وبالكويت بمطاعم 5 نجوم وهيك، يعني حطيت خبرته بالمطاعم وعلى خبرتي أنا بالمنيقيش وبالكذا بسدني 10 سنين، حطيناها مع بعضنا وفتحنا هالكونسبت هيدي. وخاصة أنه بكاميرا ما حدا جرب بعد أنه يفتح هيك شيء، عارفت كيف؟ هي فعلا مشكلة نحن واجهتنا كتير، أنه يعني ما في عمال هون بكاميرا، ما بتلاقي حدا. يعني بيجيك الواحد بتعلمه 5-6 شهور بس يكبش المصلحة بيترك بيدلو ماشي. يعني هيدي أكبر مشكلة عم نواجهها. الحمد لله نحن بما أنه يعني عائلة كبيرة، يعني غاب حدا بتجي مرتي، غاب شغيل بيجي ابني، بتجي بنتي التانية، عرفت كيف؟ يعني عم نغطي بعضنا بعض الحمد لله. يعني بصراحة نحن بقول لك أنا كلفتني هيدي، إذا بنحسب مادياً الرجعات على لبنان كلفوني كتير، بس كنت مصر لأنه لبنان، أنا بعده أهلي بلبنان، لأنه هو يعني لبنان بدمنا ولبنان حبيت خلي هالروح هيدي بولادي. يعني هلأ أنا هلأ بنتي الكبيرة والتاني حتى كمان كلهم، يعني هلأ خيرهم بين العيشة، رغم أنه خلقانين هون وربيانين هون ودرسوا هون، خيرهم بين العيشة بلبنان والعيشة بإستراليا. لا بيقول لك احنا بنحب نرجع نعيش بلبنان رغم كل الفوضى ورغم كل اللي عم يصير، بس بيحبوا طبيعة لبنان وبيحبوا. ونحن فعلا خاصة يعني نحن متابعينك هلا لنا فترة بصراحة، يعني انت مش عم احكيها هيدي يعني مجاملة، لا والله صدقا نحن لنا زمان منتابعك، ونحن انت تشكر على هالشغل اللي عم تعمله وتقدمه للبنان. يعني موضوع اكثر من موضوع انه فود بلوجر، انت لا بالحقيقة عم تقوم بدور وزارة السياحة اللي هي لازم تقوم فيه، وعم تشجع الناس وتعرفها على لبنان وعلى أكل لبنان وعلى مناطق لبنان الحلوة والطبيعية. هذا عمل كتير، أنت بنشكرك عليه كلياتنا باسمي وباسم اللبنانية يعني بصراحة. وهيك يعني أنا كل ما بحس في برقة أمل يعني أضب وبرجع، يعني معروف يعني أنا بهالموضوع. رحت على إيطاليا، أنا بلشت بإيطاليا as a pizzaiolo، اشتغلت for 7 years in Italy وبعدين عملت شيف بإيطاليا، ورجعت انتقلت من إيطاليا لأخذ خبرة أكثر على قطر، واشتغلت بمطعم لؤلؤة الشرق بقطر فور سنتين مع الشيف خميس والشباب، خدت خبرة هناك. رجعت انتقلت على أوتيل 5 ستارز اللي هو الميلانيوم بالكويت، وبعدين من الكويت تعرفت على أمر وانتقلنا على أستراليا. اشتغلت فور 2 years لأخذ experience، the Australian experience الموجودة هون، وبعدين قررت أنا وعمي نفتح المحل منقيش. ليتشلي فتحنا المحل يعني اكثر ما نحن حابين نبيع منقيش، حابين نفرجي العالم شو الاكل اللبناني، شو هو فرجيهم الباشن. يعني اكثر ما ميكينج ماني بدنا اكثر نخلي العالم تحب الاكل اللبناني. يعني صراحه اكثر من شخص اجوا لعندي قالوا لي بنحس حالنا ببيت تايتا اكثر ما نحن جايين على مطعم، وهذا اللي بدي يخلي العالم تحسه، انه ما بدي يجي انا طالع على مطعم كاني رايح على فاست فود بليس او واتيفر، بدي يجي لهون ينبسط بالاكلات وينبسط بالقعده. ونحن بنقدم هون منقيش كل الاشياء التراديشنال اللي يوجوالي نحن بناكلها باك ان لبنان، فول، حمص، فته. وي ار ذا اونلي اوثنتيك لبنيز، يعني
كافيه سلاش بيكري موجوده بكامبرا. ونحن بنفتح من الافري داي من 8 لل 4 7 دايز ا ويك، ما بنعطل ابدا. ويوجولي شو اسمه نحن هون اللي بنقدمه مثل ما قلت لك التراديشنال ليبانيز بريكفاست. ويو بي سربرايز قد ايه عندنا نحن هون شو اسمه اذر ذان ليبانيز اور عرب كاستمرز وشو اسمه ذي لافينج ذا فود. يعني مثلا اوارما اللي يو ودنت اكسبكت مثلا انه اوستراليانز يحبوه ياكلوه وعم بيحبوه كثير ويطلبوه كثير. واجمالا عم نعرفهم على everything لبناني لانه نحن اول شيء بكاميرا مع تاتش شوي مودرن. يعني هلا بتشوف from the زعتر لبنان veggies how it looks. بتشوف مثلا من الحمص منوش، we have شكشوكة منوش، we have شكشوكة which is little bit Arabic مع Lebanese touch. وعم نفرجي العالم الأكل. يعني ريتشي لي مثلا زعتر in camera especially ما كان حدا يعرف شو الزعتر، وستيل تل ناو بيجوا بيقولولنا شو الزعتر. هنحنا بنقولهم it's a pizza which is not a pizza just to explain it. ف we ended up نقولهم انه it's a flat bread مع الزعتر اللي هو معمول من اوريغانو تايم سيزمي اند زيت. وريتشلي الاستراليه كثير عم يحبوا الزعتر، يعني حتى في عندنا ستاف نيباليز ذير فيفورت از زعتر. It's a zatar. Yeah, like zatar is our favorite. Zatar and I like cheese combo as well. حبيتهم حبيتهم كثير، حبيت هالعائله، حبيت الحكي اللي حكيناه، حبيت جرب اخذ العائله. شو عائله اخذهم كلهم على لبنان، يلا تعالوا نرجع نعيش بلبنان. ما زبطت زبطت مش مشكل، ورجع وقرر مش يفتح بنص الوكر اللبناني، خلينا نسميه ان كان ملبورن سيدني اور وريفر. اجى فتح هون مثل ما شايفين سوبر ماركت اللي قطعنا فيه هلا ما في واحد لبناني او عربي. عندن المنوش لبنيز بيكري اند مور، لبنيز مش ميدل ايسترن مش ميديترينيان، لبنيز اند فيري براود. زعتر خبرني طلع قال لي ليك معلش انطوني هيدي اخذناها منك معلي. قلت له اكيد هيدي صارت بكل العالم. تشيز اند زعتر اكسترا باغانزا. اوف بيعملوا العجينة البيتزا 7 سنين بايطاليا. واضح طلعوا هول طلعوا طحين القمح اللي موجود تحت. في نفس تشيك، في طعمة روعة، في نوها وخويت، في فليفر بتسطل، في نوعية زعتر رائعة، في جبنة outstanding. This is an award winning منقوشة. نبلش بالكعكة الرومانسية كان ريحة. كعكة الرومانسية العجين اللي والسمسم اللي بتحسوه بطرابلس بس أبسكيل شوي، عطينا هيك إفكت شوي بعولي أسمك مخمرة أكتر سويت أكتر فليكي أكتر. أوه كعكة تشيك فتة لبن بيض أورما سنوبر هيدا اختراع، هيدا اختراع على نوت ليفل. إن كان البيضة المقلية، إن كان الأورما، إن كان الكريسبي ناتس اللي عليها الأمنز. أوه ماي جاد هيدا اختراع تشيك. عندنا السمنة poached egg، طلعوا الصفار كأنكم عم تاكلوا eggs benedict، لبن، كل البهارات اللبنانية القديمة، على it's a different level. No غير شيء عم فتش وين في خبزة تغمس فيها. Check. شو بدنا ناكل؟ تناكل على هيدي الطاولة، بس آخر شيء لازم ندوق المنقوشة العادية، نشوف قديش طرية. طلعوا
شكلها اساسا مثل المنقوشه اللي بنشوفها بلبنان، منا مثل المنقوشه اللي عم تشوفها مؤخرا وين ما كان بهذا الفرن الكهرباء. منه فرن كهرباء، عم نحكي عن فرن غاز نار. منقوشه مظبوطه، شكلها مظبوط، كسرتها مظبوطه، ما بدها شو الا لبنه زيت زيتون، وبتسافروا على بلادنا بلقمه. شك ريلي امبرست، متفاجئ بالحب، متفاجئ بالشغل من القلب، متفاجئ بالناس اللي جوا، الموظفين اللي جوا اللي كله عم يشتغل من قلبه بشكل مش معقول. متفاجئ بالطعمه، متفاجئ بالنفس، متفاجئ بالحب اللي عم بحسه بكل لقمه، بنوعيه المنقوشه، نوعيه الطحين، متفاجئ بطعمه المنقوشه التقليديه القديمه اللبنانيه اللي منا بهذا الفرن الكهرباء يلي مكبوب وين ما كان باغلبيه الافران عم ببرم عليها، يلي بيخلي العجينه تكون دائما رقيقه، ما بيلحقوا الاطراف ينفخوا، ظهره دغري من الرقيقه. هون عم نحكي عن فرن غاز حامي، حجر تحت عم يطلع الخبزه وعم تنفخ، حمصات طيبين، لبن طيب، الفته طيبه، الضحكه حلوه، الجو حلو. ساعتين من سيدني، ساعتين وشوي، لا بينسق لهون، بتجوا بتقضوا نهار بتكشفوا العاصمه، وانا اكيد كتير منكم ما بحياته جاي لهون، وبتتعرف على هالعائله العظيمه اللي اكلتها روعه. عن جد ام امبرست، يعني نوت اكسبكتينج ات اول. هيدي بس جست صغيره يعني لتشريفك لنا، وهذا اقل شيء ممكن نعمله لجهودك ولشغلك اللي عم تشتغله. اهلا وسهلا فيك وشرفنا بالمنصه. اكيد It's a professional kitchen. That's a chef what can oh. best gift you can give. It's a Japanese style knife and made in Japan. Thank you so much. يمين أهلا وسهلا. I don't know if you like it. عم بقرا كتير مؤخرا على انستغرام بهالسكين بيقصوا البندورية بتلاقي لزيز. That's the one. That's the one. You're gonna watch it on YouTube soon. Just take care. David ليك شو هديوني؟ افتح القطل، اطلع قلبي. على القد بنروح على السوبر ماركت بتجيب تفاحة وبنجرب إذا بتقص منيح. ما حب اللعبة.
عم نبرم، عم نصور، وبعد ما خبرتكم عن كامبرا معروف عنها أنه هي المدينة اللي تعمرت، اللي اخترعت، اللي انبنت بالنص بين سيدني وبين ملبورن. ما كانت موجودة قبل، الناس ما ركضت قعدت هون لأنه أساساً خضر وشجر وجبال all the way. كامبرا بعتقد في ناس بقلبها قد ما أنا شفت ببشرق يوم الشتاء، حاب أمزح بس المعنى تبعها أنه ما في ناس، فاضية كتير رواق unless لهلأ سوبر 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 رواق. وعم نتمشى وعم نبرم، وصلنا هلا على علو 840 متر على نقطة كتير عالية بتشوفوا منها كل المدينة. ونهارنا رح يكفي، أكيد رح نشوف السفير، أكيد رح نفرجيكم أكتر وأكتر. مدينة رائعة، اللي بتحب يحب الرواق. بعد قديش in comparison قديش أوتا ورائقة، بعد كامبرا بعد أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. بس فينا قلكم كأنكم عايشين بالضيعة، خضر، شجر، ماي، ريفلكشنز، بيوتيفل سينري، ورواق. ماكاداميا از ذا ثينج، حسيتها لوكال براند، قلت منجرب شو عندهم. ماكاداميا اند مانجو، مهضوم الزلمه، بيروح بيشتري اغراضه من عند كوستكو بيجي بيبيعهم هون محل سياحه، نفعني. اند It's actually very good. It's actually very very good. طعمة المانجو كتير طيبة، قرشة المكادامية عظيمة. That's the brand. I love it. I love it. قلنا سياحة وكفاينا سياحة، وصلنا على بالكونن وفتشنا جوجل، بليز خبرنا وين أطول بناية بكامبرا. طولها 110 متر ببالكونن. That's it. البيت اللي شايفينه وراي هو البيت اللبناني، بيتك، بيتك، بيتنا كلنا، بيت لبنان بأستراليا اللي مثلنا كلنا سوا. من بعد ما بسيدني رحنا على القنصلية صار وقت أكيد مش معقول نوصل على العاصمة وما فرجيكن بيتنا كلنا سوا، بيت لبنان محل ما السفير بيعيش. نحكي معه نتعرف عليه، نتعرف على عائلته ونشوف شو عم بيعملوا اللبنانية بهالبلد العظيم وقديش أهميتهم هون. اسمي ميلاد رعد، أنا من شمال لبنان بس خلقت بأفريقيا، ما خلقت بلبنان، وعشت كم سنة الطفولة بسيراليون تحديداً،
بعدين انتقلت على لبنان، درست المدرسة والجامعة، وكشغل تحقت بالسلك الخارجي وابتديت بوستاتي بالخارج بباكستان سنة 2001، وبعد منا مصر، وبوستي بأستراليا كأول بوست سفير من أكثر من 5 سنين شوي. قبل ما أتعين بأستراليا ما كان عندي فكرة واضحة عن البلد وعن الجالي هون، حتى بنسمع أنه في لبناني بأستراليا مثل ما كان نسمع أنه في لبناني بمحلات كتير بالعالم، وأنا من عندي تجربة اغتراب أنه خلقان بسيراليون، أنا مولود بسيراليون. لما جيت اكتشفت أنه الجالي هون أول شيء عددها كتير كبير، ومش بس عدد جالي فعلي، يعني they are visible، بيبينوا بالمجتمع، بناجحين بالقطاع الأعمال، بالمهن الحرة، بالشأن العام، يعني وصلوا على مراكز عالية كتير بالشأن العام بأستراليا، ومنفتخر بالجالي كتير. وجالي لأنه الأكثر اللي بعدهم موجودين بالجالي هجرتهم منا قديمة، فبعد التواصل مع لبنان كتير قوي من تعليم لغة عربية إلى آخره، وأنا من الأشخاص اللي كمان مني من أعتبر مغترب، بس لأنه منقضي وقت كتير من حياتنا خارج لبنان، كمان أنا من الأشخاص اللي عم علم ولادي اللغة العربية. أكتر شيء بنحكي هون عن سيدي اسمها ماري بشير، كانت حاكم ولاية نيو ساوث ويلز، governor of نيو ساوث ويلز، وهي إحدى ولايات أستراليا اللي عاصمتها سيدني لفترة طويلة، شخصية محترمة جدا ماري بشير، رئيس حكومة ولاية فيكتوريا اللي عاصمتها ملبورن، ستيف براكس اسمه، هيدا كمان رئيس حكومي سابق. وفي كتار، يعني حاليا في نائب بالبرلمان الفيدرالي مايكل سكر، في وزير بحكومة نيو ساوث ويلز جهاد ديب، وكتار لما يعني يعذروني اللي هلأ ما رح أقدر عد أسماء كتيرة، بس هني كتار فعلا بمجال الرياضة. مثلا لحد من سنتين يمكن كان مدرب الفريق الرجبي الاسترالي، منتخب استرالي الرجبي، حدا اسمه مايكل شيخة، هوني بيقولوا له شيكا، هو عائلته شيخة، وكتار يمكن من اللبنانية ما كانوا يعرفوا انه هيدا اصله لبناني، وغير اللبنانية كمان كتار ما بيعرفوا. فانا من ضمن الاشياء اللي بحب اعملها بشغلي عرف عنها الاشخاص، يعني بتنفتح سيري بمحل بكون كتير مبسوط خبر الكل انه قد ما هاي الرياضة هوني شعبية، أهم رياضة بإستراليا الرجبي، بكون كتير مبسوط قلن أنه المدرب المنتخب الوطني لفترة طويلة ومدرب محترم كتير كان ومحبوب اسمه مايكل شيكا، لازم قلن إياه ليفهموها. عن شو فيني أحكي كمان عن اللبنانية بالمهن الحرة؟ في شغلي أنا لفتت لي نظري كتير، وهوني ما يزعلوا اللبنانية اللي بمنطقة غير اللي أذكرها هلا اللي هي سيدني، ما عم احكي على كامبرا كمان، ما بدي اتحيز لكامبرا. من سنين انا وبسدني وعم طلع على العمران وعلى البنى التحتيه، في حدا منه من جاليتنا ومنه لبناني ومنه عربي وما خصه بالجاليه اللبنانيه بيقول لي ملاحظه بعدها بذاكرتي لهلا وبفتخر فيها وبحكي فيها، بيقول لي اللبنانيه بسدني عمروا المدينه هيك، لأنه قد ما هني قوية بقطاع البناء والإعمار وهيك. فهيدي تخيل حدا عم يقول، أو الفكرة أنه اللبنانية على القليل ساهم، وهو قال عمره، لأنه ساهموا إلى حد كبير بتعمير مدينة مثل سيدني، مدينة عالمية. وفي حكي كتير بينحكى، بس بدنا دايما نوقف عند نقطة معينة. في سفارة بكامبرا، في أنصلية عامة بسيدني، وأنصلية عامة بملبورن، وفي أنصليات فخرية ببريسبن وأدليد وبيرث وهوبارت، فهيدا نسبيا حضور كبير، يعني تمثيل كبير، وبيعكس العلاقات القديمة والطيبة بين لبنان وأستراليا.
طبيعة الحال البعثات الأجنبية ببلد تاني مثل ما لازم يكون الوضع هي مفتوحة بوابة للكل وبالتحديد وبشكل أقوى للجالية لجاليتنا والمسافة وحدي مع الكل منسميه أنا السفارة بسميها بيت لبنان وبفتخر قول هيدي بيت لبنان لما حدا يجي لبناني أو غير لبناني مرحب فيه ببيت لبنان مش ببيتي والجالي هون كمان لأقول كلمة حق قلت قبل أنه على تواصل قوي مع لبنان لأنه الهجرة الكبيرة نسبيا منا كتير قديمة على أستراليا الهجرة بأعداد كبيرة والحقيقة بكل الاستحقاقات الصعبة واللبنان عم يمرق بظروف صعبة بالكم سنة ما بيقصروا أبدا بيكونوا مندفعين للمساعدة وهيدي شغلة بحب أقولها وبالاستحقاقات الوطنية التانية إن كان التسجيل للمشاركة بالانتخابات والاقتراع كمان الجالي بأستراليا عم تكون من اللي هني بالطليعة يعني بالمشاركة وبالحماس لهالشي بيوتيفل رائعة رائعة قاعدة حلوة خفيفة استقبال بياخد العقل احترام بياخد العقل حكي كتير حلو صورت شوي منهم ما كان بدي هيك يكون كل وقت الكاميرا بإيدنا وحرجهم بس أخبركم أنه وجود السفارة لإلنا كلبنانية شغلة كتير مهمة هيدا الباب لازم تدقوه مش بس ساعة بتكونوا عايزين شيء لازم تدقوه لازم تلفنوا ألو نحن هون نحن لبنانية نحن مع بعضنا نحن كلنا لا بعضنا تاع على القليل إذا نعرف نحن كم واحد بالبلد كتير بلدين قطعت عليها كم لبناني نحن ما عنا أحصى ما منعرف ما مش كل الناس بيجوا لعنا بس اتذكر أنه ما خص هيدا البيت بالسياسية تبع بلدنا اللي ما بتحبون هيدا بيتنا هيدا بيت بلدنا اللي بيمثلنا والسفير يلي دولتنا بتعينه تيمثلنا فدقوا الباب محل ما كنتوا بالبلد اللي انتوا فيه وقولوا مرحبا نحن هون إذا فينا نتعاون هالشغلة كتير مهمة وراء كل رجل عظيم امرأة ما عرفناكم سقف كتير عالي أضوية حلوة Peruvian Japanese I'm excited for a great night Hi Anthony, أهلا وسهلا فيك. Welcome to Inca. أنا اسمي أرم إلشاء from Sierra Dania and from Lebanon. I'm born here. So my dad came here in the late 1960s, and
that's where the story starts. خبرني شو عن هذا المطعم. ديكور رائع محل مش معقول. This restaurant is designed by a lady by her name is Patricia Barbas. She's from New York. So this restaurant won a lot of awards in New York for the design, especially lighting. We won a lot of awards in lighting. Everything's custom, as you can see. This was a very interesting project for me. Very interesting. It's Japanese Peruvian, so it's Nikkei cuisine. So they mix Japanese techniques, Peruvian flavors. They combine them. And in Japan, in Peru has the biggest Japanese population in the world. So in the 1930s, a lot of people from Japan migrated to Peru. And that's where the Nikkei cuisine was created. Can't wait. Yeah, it's amazing. Nikkei, Peruvian cuisine, one of the best in the world. The most, the richest, full of flavors, hamod, ceviche, corn, amazing ingredients. And Japanese, كلنا بنعرفها, الرز المزبوط. طعمته مظبوطة، السمك اللي مشهورين فيه الرو فيش، فتخيلوا تو اب سكيل هاي اند كويزين جمعوا مع بعضهم بلا ما ننسى الديكور. It's gonna be an awesome night to remember, to be remembered. Hey, hi, my name is Omar Mendoza. I'm from Lima, Peru. So today we're gonna make the ceviche clásico. It's one of the most famous dish in my country. In Peru we have a different influence from different countries, especially from Asia as well. In this restaurant, Inca is a mixture between Japan and Peruvian dish, Peruvian food. That's why we have a lot of influence from Japan. Japan bring the techniques and Peru mix the ingredients together and make a delicious and beautiful dishes. We put on the bottom sweet potato puree. Salt. Yeah. A little coriander. Chili. This is tiger's meal. It's the base for ceviche. Especially tiger's meal is a mixture between different veggies, fish stock, fish of cut, and we blend a little bit and strain, and that liquid we call tiger's meal. Why tiger's meal? Because in Peru, some people do eat ceviche after hangover from make more power and grab again. Yeah. خلينا step by step. المحل رائع 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 award winning definitely. واحد من الأحلى اللي شايفهم. إن كان الضوء إن كان العتمة إن كان الألوان إن كان ال artwork على الحيطان. Wow unexpected عن جد. أوف. من بعد ما برمنا من بعد ما فت على المطبخ وشفت الحركة اللي عم تصير جوا تقريبا في شي 7-8 شيفيه كلهم عم يشتغلوا بدقة بفن. عم نحكي on another level. مزبوط. Looks like fine dining بس very casual. كتير fresh ingredients, سمك, لحمة, nicely decorated. صار وقت نقعد على الطاولة وندوق هالأكلات يلي حاسس 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 مش بس award winning بالديكور بس كمان بالأكل. هذا المحل عن جد next level. Next level بكل التفاصيل. مش عم بقدر اول شيء وقف افكر بالديكور واحكي عن ديكور، عن الدرج الملون، عن الميزانين، عن الخشب، عن الجابانيز فيل بيروفيان تاتش، عن الستاتشوز اللي اجوا من بيرو. بعدين بلشنا قررنا شو بدنا نبلش. بلشنا بساكي وبلشت الاشياء تجي وحده ورا الثانيه. ثلج، اويسترز. انتبهتوا الفوطه اللي محطوطه هون مش ممعوسه، محطوطه مظبوط. التشوب ستيكس اللي هن خشب
كل شغله بشغلتها. وبعدين انا وادم عم نحكي عن المطاعم اللي رح تفتح واللي فتحت والفكره والسكسس ستوري وهالشغل العظيم اللي معمول هون. More surprises to come. ان شاء الله بالسفره اللي بعدها بنجي نخبركم عنها. نبلش هون. متاكد انه فيك. ايه او ديفينتلي انذر ليفل. يمكن بروبلي يوزو. عم نحكي عن حامض لايت سويتنس انجويبل تاتش. اوف لا لا غير not like any other oysters you've had before. And that's the first impression. سألته السؤال مش مفتحت بسيدني. سألته السؤال بكامبر عندك زبونات؟ خلي خبركم عن الزبونات الموجودين. أول شيء نحن بأرضية الجمعة طاولة كلها معباية يمكن من كل جنسية العالم أسترالية and so on. وصار تفوت على محله بتشوفوا يابانية قاعدين وأكيد في ناس من بيرو. يعني أنت المحل مظبوط. بعدنا بالأول وهالقد عم بحكي ف يلا ملتقى ب along the way. Crunchy corn, fresh corn, big pieces of fish, سمك. نخلط كلها سوا. التايجر ميك اللي تحت عمل ليها سبيشال اديشن بلا توم بلا بصل سوري للكل. الحامض اللي بقلبه نايس تكستشر اميزنج فيش. الكور مش معقول شو بيزيد له رونق. قوه الحامض اللي بتحرق لسان. بلانتين على جنب بتعطيها لايت سويتنس اند كرانش مثل تشيبس. اتس اوتستاندينج. Definitely award-winning. Definitely award-winning restaurant. Complex flavors, بس simple. Complete flavors, ببلشوا براس السين، كعب السين، سقف الحلق، حامض، حر, all in between. وبعدين ساعة البيجو هول. طلعوا قديش مهمين. طلعوا الترتيب، طلعوا نظافة. هيك شغل ما بينحط له صوي صوص. هيك شغل ما بينحط له وزابي. هيك شغل حتى ما بيتاكل بالشوبستيكس. الرز لقيت مظبوط. بريميوم كواليتي فيش. الرزات مظبوطين مش ملبدين على بعضهم. ما فيهم سكر. بتحسوا بكل وحدة وحدتها. منن الدنتي بس منن اوفر كوكت. This is fine dining quality. Welcome to one of the best restaurants I visited this trip. عم تعلى الليفل. عم تعلى الليفل شوي شوي شوي. هون توث فيش تشبه كتير 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 اللي احنا بنعرفها ببلادنا the black cod. It's a buttery fish. لمعة كتير حلوة. Sweet, fresh, simple with a character. لونة بيحكي عن حالة. Sweetness اللي بقلبها روعة. A simple plate. صحن خفيف نظيف. Cauliflower. ما في ولا صحن يشبه التاني. وكل واحد بيخدنا على سفرة محل. إن كان الأسيدتي إن كان البينات باتر الموجود إن كان السويتنس إن كان وما في تخبيص. في مكونات مظبوطين. هون وصلنا على الأك بلانت. سيمبل أك بلانت. ألمنز هون. هيزل نوت هون. لايت كرونش. أوف. لا this is out of this world. باتنجان. ايه هالقد الباتنجان مشغول صح. عم بتغزل فيهم للصحون. كان باتنجان ان كان الارنبيط كان السمكة كان السيفيتشة اجت اللحمة. اوف بتعرفوا بالكرتون ساعة اللي بيطلع النار من الدينان هالقد حر.
بس مش الحر المزعج اللي بتحسوه بزلعينكم، حر اللي راس لساني عم بينطنط، بلاش حس راسي عم بيعرق وبلاش يسخن، لأنه قررت خلص هاي وشربت الصوص تبعها واحدة. عن جد الأكل فيه قصة، فيه خبرية. بيخدكم محلات مش أكل أبداً، بتنجين قبل هيك أبداً. السمكة فعلاً شغلة. وبرجع بقلكم كل اللي نعمله ونعمله سبيسيال لإلي، يعني بعد فيه another level of flavor، إن كانت بالبصل، إن كانت بالثوم، إن كان بالصوصات، فعلاً respect to the chefs. إذا هون عندهم ما بعرف إذا في ميشلان أورد، إذا في حيالة أورد، إذا في any best restaurants of the capital، definitely on the list. إذا مش بالtop 3 أكيد. الأكل عظيم والاختبار فعلاً عظيم. برجع أكيد بخبركم زيين لهون تعملوا زيارة أكيد، بخبر أصحابي أنه قضيت سهرة رائعة أكيد، كان الأكل كتير طيب، كانت العادة حلوة، الموسيقى حلوة، الضو حلو، السيرفيس عظيم، الشيف فهمين شغلته، كل الشفية فهمين شغلته مظبوط. من هول المحلات يلي بتحسوا أنه مشغول صح مثل ما لازم، من أحسن شفية مع أحسن ديكور مع أحسن سيرفيس، كلهم سوا مع بعضهم تيعطوكم إكسبيرينس ما بتنسوا أبداً، وترجعوا بتقولوا عبالي أرجع عيدة عن جديد وعن جديد. لقلي واحدة من الأشياء كتير مهمة بالآخر، أنا أصحابه اللبنانية وشي بيفتح القلب. سلامي أنت نوس، 33 سنة، صار لي 10 سنين بأستراليا. أنا الأصل من نحن الأصل من الجنوب، من صيدا زهراني، بس عايشين كل حياتنا بالأشرفية، وأنا اشتغلت بالأشرفية واشتغلت بجميزة، وهيك I gained all the hospitality من جميزة من مار مخايل، وهيك الهوسبيتاليتي فيه يعني تعرفت على مرتي أسترالية إجت على لبنان، she was a tourist، وتعرفنا على بعض وقالت لي يلا لازم نطلع على أستراليا نجرب أستراليا if it works، وجينا لهون وصرت أشتغل بهوسبيتاليتي هون وفتحت بار بيروت وصلنا 4 سنين هون. بار بيروت we are يعني نحن fusion middle eastern restaurant، منا مطعم لبناني تراديسيونيل، نعمل fusion of middle eastern mediterranean، we show off showcasing like all Lebanese food but not in a traditional way. It's more like a fusion, bits and pieces from bits from here and there. More like a bar. We are known about the drinking culture to show Beirut as the nightlife scene of Beirut, including the food, a little bit of dips, a little bit of hummus, a little bit of baba ghanoush, other stuff like seafood, because we're located on the Mediterranean. There's heaps of stuff happening. And yeah, that's what we are known about. هلا نحن هون ببار بيروت وي يعني حبينا انه ناخذ الباس تبع الكويزين اللبناني والاكل اللبناني ونطوره شوي، نعمله شوي فيوجن تو فيت ان يعني ان الاستراليان كلتشر، لانه نحن هون باستراليا بكاميرا وفي عندنا يعني مثل الحمص تبعنا، مش لك اكيد في كثير جارليك وبنعمله من وايت بينز انستيد اوف تشيكي، وي اد تو تشيكي بنحط وايت بينز كمان. البابا غنوج بنعمله بطريقه كثير شوي متطوره اكثر، بنحط الاويل والسماء والذا واي وي دو دي اك بلانت الباذنجان، غير عنا رقاق جبنه مثل بهذا الشيفه قدامك هون، هيدي رقاق جبنه تبعنا
one of the most delicious items on the menu. كتير. It's like addictive. معمولي من ثلاث انواع جبنه: goat, cheddar, mozzarella, شوية زعتر وقرفة تشيلي مايو. Very simple, very easy, showing off like all the flavors of the Middle East using Lebanese cuisine as a base. في عنا lamb shank, في عنا كتير اشياء هون لازم يعني كل عنا بتيجي لعنا, especially with seafood, kingfish tartare, the oysters تبعنا absolute fresh, freshly shucked. This is to show that Lebanon is located on the Middle East. يعني نحنا بناخد a lot of daily intake of our seafood in Lebanon كمان. في كتير اشياء على المنيو لازم نجربها, في كتير اشياء لازم. انا كتير excited على الاويسترز تبعنا, freshly shucked. It's a Marimbala Sydney Rocks oysters, one of the best dried oysters in Australia. The way we serve it, بنعمل مينيونيت مع دبس رمان, وبنعمل spherification program. هيدا البول اللي بتشوفها على top of the oysters, it's made from a vegan yogurt. To هيدي الجوب تبعها انه بتخفف حديه المينيونيت. When you pop it in your mouth, what the texture of it is mug. هيدا اسمه food caviaring program. We get the flavor and we turn it into a food caviar, and we serve it with the other that looks beautiful. يعني هي شكلها حلو as a pearl. طعمتها كتير طيبة وكتير بتعمل balance للأكل. So بتكسر حديد الأويل والدبس الرمان والفينيجر. لك شو هالاختراع؟ هولي هولي فاين داينينج, هولي هولي إيطالي ميشلان ستايل. وبتفقع وبتحسه بالسكر بالسويتنس بالبونبون ان بيرل. ولازم يتاكلوا بالاخر مع التوب كواليتي اويسترز. ليش واقف هون؟ لانه فتنا على عاصفه. سليمان هو عاصفه بحد ذاته, بيولع وبينط من هون ومن هون, وشويه فرنسي وشويه انجليزي وشويه عربي. بده يذكرنا انهم الاشرفيه وشو عمل والمار مخير وجميزه والشباب ويلا وشاف. عن جد قاعدة هون هي بار, هي درينك, هي أكل لبناني مأخوذ لمحل تاني, مودرن, فيوجن, everything in between. بكل فخر عالم لبنان برا, بيروت all the way, فخور بلبنانيته من الآخر. ومنبلش شغلة ورا التانية. ليك هاي تشيز رول, منه مكسر, منه اوفر كوكت, منه فليكي, فيري تندر, منقوشه جبنه ملفوفه ساندويتش. منا جبنه نحن بنعرفها, a nicely gooey cheese with herbs, ملح من برا. اوف سمك. هيدي الأرنبيطة اللي عم تبرم العالم وعم تكبر وعم تعمل ضجة. very simply أرنبيط مقلي مع طحينة طراطور. ما بعرف إذا الأجانب بحسوا زيت شي, بس أرنبيطة مقلية بتاكلوا أول لقمة بترجعوا بتقولوا تاني لقمة, بترجعوا بتقولوا ما عم بشبع, بترجعوا بتقولوا it's nostalgic. اوف شوية حر, طحينة, delicious. And then كفتة تبعنا, بهارات اللي بتشمون انتو عم تتمشوا ببرج حمود بلبنان. شو هالبهارات هيدي؟ لا هيدا الزلمة فهمين شغلته, معلم مسقف. اوه ماي جودنس. لا فهمين فهمين فهمين, تعلم لبنان, معلق بسقفته, تعلم فاين داينينج بمدارس, فهم لعبة تشرب تنبسط تسهر بتتسلى لأربعة الصبح, لقى طريقة to connect people together, سمعهم موسيقى حلوة, جو حلو, أكل بحرحر بلزة تطلب درينكس أكتر, محتال بطل. بيروت إكسبرس, one of the most famous delicious cocktail عنا بالمنيو, tequila based cocktail مع جرين شاتروز, هيدا فرنش هربيشيس ليكور, كتير 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 طيب, فريش لايم. وشو هاتين فوق؟ هاتين سما زعتر, مولدن سولت,
وعاملين له مثل السموكينج مع هيكري وابل وود شيبس فور لايك 24 اورز. يعني هيدا كل الملح مع كل هالبهارات اللبنانيه وحاطين شويه سيسمي اند تشيلي اويل اون توب جست تو جيف ات ا ليتل بيت مور بادي. فيري ديليشس الكحول فورورد. It represents all the flavors of the Middle East in one drink. Gorgeous drink. خلينا نبلش من أول جاية على مطعم لبناني أو جاية ما بعرف وين كنت جاية بس أكيد مش جاية على فوضى على عجقة منظمة على حدا فهمان الأكل والتفاصيل على حدا بيعملكن حلوم مع لبنة وفريكة وبومجرانيت. أكيد ما كنت عامل حسابي أني إجي على a different level of dining. حلوم فريكة بطل انت مش معقول. أرومز فليفر تكستشر خير الحلوم التكستشر تبعها شوية مثل الربر لبنة أسيدتي بومجرانيت سويتنس فريكة مثل القمح القمحيه اللي بنعملها اند ذن من بطل انت. لا بطل لو عنده مطعم بيرسي اكيد كل النواب وزراء والمنطقه كلها عنده وبيربح اوورد. ما عم تعلق خلصتها سكرتها حسيت بالسمسم مطريه ماكسيموم جود ستاف ايج بلانت باذنجان أوه. Simple ingredients made to perfection to impress. من الكوليفلاور all the way للباذنجان. أوف. تسألوا كتير ناس ويمكن أنتوا منهم سألت ولادي شو عاصمة أستراليا وكان الجواب سيدني. إيه لا. عاصمة أستراليا هي كامبرا وكان لازم زورها وكنت كتير محمس أني زورها وما كنت عارف what to expect. سألت سؤال على الطريق قلت لهم خدوني فرجونا البنايات وين الداونتاون السيتي. ضحكوا علي وقالوا لي ما في بنايات هون. مظبوط في بنايات كتير قصار بيناتهم أطول واحدة 100 متر يعني عم نحكي 19 طابق أو شوي. كامبرا شغلة خليني أخبركم أنه شو رح أقلكم أكل طيب كل يوم عم بيأكل أكل طيب بس اليوم غير. اليوم في أبطال. اليوم تعرفت على أبطال. اليوم تعرفت على success stories. اليوم تعرفت على عالم تشتغل بشغف. اليوم نهار الشغف الأكتر شيء ببارمتي بأستراليا. تعرفت على سليماني اللي هو شغلة كبيرة عن جد. الشغف الباشن والإشي اللي تعلمتها منه والإشي اللي عم بيقدمها جديد علي. تعرفت على آدم يلي عنده أحلام كتير عنده مطعم بده يفتح حلقة جماعة الجي مطعم تاني بده يفتح قريبا ما رح أخبركم عنه والمطعم اللي كنا فيه يلي من أحلى المطاعم. العائلة الصبح يلي هن والمنقوشة وأكتر بكتير من المنقوشة الخبرة الحمص المنقيش العجينة الباشن الشغف إجان بشكل إمبرسيف. نهار طويل نهار حلو بلش ساعة 7 بلش على 5 تحت الصفر عرفنا على 3 أشخاص أو 3 عيال أو 3 محلات كتير حلوين. مش بس هيك المدينة الحلوة اللي كلها خضار اللي كمان تعلمنا منها أنه تركب التركيب تفبركت فبرك ما كانت قديمة الشجر الخضار المناظر الحلوة الطقس الرائع نهار بيتطورخ. صرنا هلأ بنهار 13 من سفرة 25 يوم صرنا بالنص وما بعرف ليش اليوم ما كتير في أكشن وما كتير في ركض وما كتير في بنيات وما كتير في عجقة. نهار رح أتذكره رح أتذكره كتير. هيدي كامبرا بنهار الأول وأنا أكيد كتير منكم صار له زمان بأستراليا كان بسيدني وكان بملبورن ولا مرة أجي لهون. لا تعالوا لهون. القعدة مع السفير كانت كتير حلوة كتير كتير حلوة. قعدنا ساعتين بالسالون هو مدامته العائلة بيوتيفل داي. بعدنا عم بحكي بس لازم اودعكم ونلتقى بالحلقه اللي بعدها بكره.